السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم. الأسبوع التاسع من مرحلة الإياب، مباراة الأهلي والتحدي، يلعب الكرة عند بودابوس يلعب الكرة في الجهة اليمنى عند معتصم الأمام من جديد، فرصة لعب الكرة العرضية، تأتي الرأسية يمنى، خطر الكرة ولكن ضاعت على فريق الأهلي. لكن لعب الكرة بالعرضية كان بشكل مثالي. هذا هو جبريل مرسال، لم تصل إليه الكرة، أول محاولة بالنسبة لفريق الأهلي. إعادة للقطة، الكرة مرت من الجميع، يتدخل الدفاع، تبقى الكرة والمحاولة قائمة لصالح فريق التحدي، وصافرة وخطأ آخر. إعادة للقطة الخطأ، تلعب الكرة عاليًا ولكنها تعود، خطر الكرة ولكن ضاعت بشكل غريب. جمع العبار الواضح أمامنا في الصورة، إعادة للقطة، مرت الكرة وتهيأت أمام العبار الذي لم يتوقع الكرة بدون شك. هذا هو ميودراج ياسيتش المدرب الصربي الجديد لفريق الأهلي. هذا هو الطاقم التدريبي لفريق التحدي، السيد مفتاح الجراي السيد مدرب فريق التحدي، عند العرفي، محمد فتحي، عبد الله العرفي لأبو بكر أبو عقيل. الآن 8 أهداف، بالمقابل فريق التحدي يأتي في المرتبة السادسة. هذه فرصة من المحاولة قائمة والهدف الأول، الهدف الأول لفريق الأهلي عن طريق جبريل مرسال، 14. إعادة للقطة، تمكن من التقاط الكرة ولعب الكرة على يسار الحارس حسن المجبري. إذا مرسال يفتتح التسجيل. إعادة للكرة، الكرة لم تصل بشكل الصحيح إلى اللوجري، مراوغة ممتازة من جانب مرسال الذي وضع الكرة في المرمى. علي يوسف العرفي، من مثل هذه التمريرات لعب الكرة الآن عن طريق العرفي الآن تجاه المعتصم. معتصم يمرر لجبريل، جبريل ينتظر المساندة، جبريل يلعب الكرة تجاه أفيونغ ولكن لا تصل إلى الكرة إليه، تصل عند بودابوس. الآن ما زالت محاولة قائمة لفريق الأهلي، محاولة لعب الكرة في الزاوية البعيدة. الغرياني يلعب الكرة في الأمام، خاطر الكرة لصالح فريق التحدي، وهناك صافرة وخطأ. الكرة تهيأت أمام مصطفى الشريف ولكن تدخل مراد لوحيشي، يتم نقل مصطفى الشريف خارج الملعب. هذه عادة للقطة الهدف، هنا الاستفادة من الخطأ بكل براعة. مرسال التقط الكرة ولم يعطي فرصة للحارس المرمى كي يغلق الزاوية، وهذا ما يحسب لمرسال في الكرة الماضية. الأهلي، وهذا هو مراد لوحيشي، وعمر بوخريس كما قلت هو الذي سينفذ. بوخريس يلعب الكرة ولكن عالية عالية، الكرة تتحول لتصبح ركلة مرمى لصالح فريق الأهلي. الشامي يلعب الكرة عالية الآن داخل منطقة الجزاء ولكن سهلة بالنسبة لمراد لوحيش. منطقة الجزاء مرسال، تتهيأ الكرة أمام معتصم اللي سدد ولكن ركنية. إعادة للكرة الماضية والتصويبة معتصم التايب، رأس كل لاعب. علي يوسف يطمئن على لوحيشي، وهذا هو مصطفى الشريف عند العشيبي الآن في الجهة اليسرى، العشيبي إلى الشريف، مانديلا خطف لعب الكرة إلى علي الشامي، العشيبي يلعب الكرة مع انطلاقة مصطفى الشريف لكنها أقرب لعلي يوسف. علي يوسف أبو بكر أبو عقيلة يحاول يمر لكن تطول كرة أبو بكر أبو عقيلة. تحدي، هذا هو حكم المباراة، يخطف في لعب الكرة، خطر الكرة تعود لفريق التحدي، فرصة تعديل النتيجة الآن، المراوغة بشكل طيب، تتهيأ الكرة الآن، فرصة تعديل النتيجة، تبقى المحاولة قائمة ويتدخل لوحيشي في الوقت المناسب. لقطة، هذه مراوغة بن دردف، هيأ الكرة لبراوي لكن عادت من دفاع فريق الأهلي. تعود من جديد من فيونغ لمرسال الآن، تهيئ الكرة، مرسال يحتفظ الكرة بقدميه، يسدد ولكنها بعيد. الشامي لعب الكرة لبن دردف الآن، خطر الكرة، الجازو يحاول، يتدخل مانديلا، مرسال يتقدم، مرسال
مرسال يتابع فيه الغرياني، مرسال مرسالي هي الكره نفسها يلعب الكره العرضيه خطره الكره، ولكن دقيقتان فقط تفصلنا عن نهايه المباراه، وهذه محاوله ابو عقيله. سالوا في هذه الاونه اعزائي المشاهدين، حكم المباراه يعلن عن نهايه المباراه بتفوق فريق الاهلي بهدف دون مقابل.